الآن رانا في بلدية حي بوشخليف في حي 32 سكن، هو حي الهش. رانا في عند عائلة، يعني العائلة دي في معاناة قاسية. تفضلوا شوفوا العائلة هذه. السلام عليكم، مرحبا بكم. تشوفوا يعني هذه العائلات، عائلة مواز المداح، مقيمة في هذه نقولوا عمارة أو شبه عمارة. تشوف يعني الحالات المأساة اللي عايشينها. سكن تبع أوبيجي. شوفوا يعني يعني شوفوا يعني حتى نقص الإنارة، ما عندهمش حتى الإنارة. بون كيف داير المزور؟ لاباس؟ هاي المزورة معنا. هذه مزورة يعني هذه المرأة يعني هي من بلد تعب وشقيف، يعني قلنا راهي عايشة هي مأساوية. اليوم بغينا نسلطوا الأضواء على هذه الناس، يعني هما فقراء ومعوزين، يعني ربما يحتاجوا الدعم من مواطن، يحتاجوا الدعم من مسؤول، يحتاجوا الدعم من هذه الشريحة. يعني ما نقدرش كيفاش نوصفها لك، وخاصة هذا البيت. البيت هذا متكون من ثلاثة، هما من عائلة من خمسة أفراد، بنتان وطفل. أم الزهرة يعني عايشة يعني محتاجة كل الحياة، يعني محتاجة مصروف، تحتاج مواد غذائية، تحتاج. المشكلة العويقة يعني هي السكن. شوف يعني باش تعرف باللي هادو الناس اللي وصلوا، يعني شوف يعني حتى الكهرباء والله ما عندها، يعني شوف راك تشوف حتى الكهرباء، يعني شوف عندنا واحد النداء استغاثة، يعني نجدوا يعني السلطات المحلية، نجدوا السلطات الولائية، نجدوا أهل الخير، أهل البر والإحسان، اللي عارف يخدم التريسينتي يجي يخدم لها التريسينتي في سبيل الله. رمضان راه قريب. اللي باغي يخدم يعني الناس اللي تخدم الألمنيوم، هذه رسالتي للمقاولين، ولا ما نقولوش مقاولين، ولا يعني اللي يخدموا الألمنيوم. شوف الطاقة يعني والله وجهي، شوف يعني الطاقة كارثة، يعني شوف الطاقة كيما هكا محلولة، ما عندهاش يعني ما يتبلعش حتى الخزانة وين تلقاشها ما كاش. رسالتي يعني المدير تاع لوبيجي، شوف يعني هذو راهم يخلصوا الكرية، تخلصي مزهرة الكرية، تخلصوا الكرية تاعتكم. واك انا خلصوها خاطر لابسة هذوك والله يعني باش نكونوا في الصورة، يعني ان شاء الله يعني باش نوصلوا واحد الرسالة. هذو ناس يعني ما عندهمش ويخلصوا الكريه، رغم ان هذو مخلصين يعني الايجار تاع هذا السكن. كي تشوف يعني شوف هنا راه الحمام راه يطلق لهم الريحه، كي تطيح الشتاء راه يعني تطيح عليهم هنا، صافي ما يقدروش يرقدوا. هذا البيت اللي عندهم، هذه الغرفه اللي راكم تشوفوا فيها يعني هذه الغرفه اللي راكم تشوفوا فيها يرقدوا فيها اربعه اشخاص بغرفه. يعني الساعه نتاع السكن هذه تاع العماره يعني والله 49 متر، اقل من 49 متر، يعني انا هنا القانون ينص 49 متر، يعني تبان لي بلي حاجة صعيبة شوية، يعني 49 متر تسكن فيها عائلة متكونة من خمس أفراد، هاي كارثة. يعني كي نقول لك يعني طفلة عندهم بنت كبيرة ترقد في المطبخ، وتشوف ذاك المطبخ. الإشكال وين راه؟ يعني هنا راه عندهم الشتا كيطيح عليهم، تيح على قشهم هنايا. عندي واحد السؤال، يعني المواطنين والناس الخيرين هذو، يعني ذري وين يقراو؟ كي تبغي تحفظ وين تحفظ؟ الميسيل عليها. والدراري راهم يقراو ويزاولوا في الدراسه، والحمد لله الدراري عندها وليداتها نجحوا وطيبين وكذا ونجحوا، ولكن يعني رانا مقبلين على شهر التوبه والغفران، شهر الرحمه، شهر الخير، شهر يعني عاونوها. تحتاج شويه كارلا، تحتاج شويه بنتوره، تحتاج يعني تحتاج كل شيء. والله صدقوني ما عندهمش كي يخدم عليهم، يعني حتى ما عنديش، عندي غير 300 بركا ولدي، غير 300 راني نجيبها نقوت بها لوليداتي. ما معكم مزوره، ما عندي التيلي اللي يتفرجوا مساكن، التيلي ما عنديش كاع مساكن. راهم يروحوا غير عند الناس كيما ذاك، راهم رفدوا رواحهم. وحده راحت عند صاحبتها قالت لها نجي نقرا، والاخرى راها تحت في القرانيه تقرا. الله غالب، هذه اللي عندي يا ولدي خيي. ماذا بكم يا قولوا يا سيدي الوالي حتى تفكر دار وليدات، ماذا بك يا سيدي الوالي حتى تفكر دار وليدات. قول له كل شيء، قول له راه قبالك الماء راه كيما يجي من الفوق يخبط التحت. راني في سبع سنين، هذا الثامن من السنين، قول لهم وانا دايره، قول لهم الدوسي ما بين لي حتى حاجه، ما بينوا لي حتى حاجه. راني مخصصه منكم، راني محتاجه كل حاجه، عندي 300 راني نوكل فيها وليداتي، وراني مريضه يا ولدي، وراني قاعده في بلاصه، وراني كيما قال شعبان راهم قالوا لي عاودي روحي ديري السكانر، ما عنديش باه ندير السكانر يا ولدي.
لا غالب عليا ولدي، هذه هي يعني نوضحوا يعني الصوره مليح. ما زهره مطلقه باش نكونوا بصوره مطلقه يعني وعايشه يعني عارف يعني ما عندهاش، كون ما تروحش هي كون ما تنوضش هي وتجيب يعني الاكل لولادها ما كانش اللي يعطي لها، هي اللي تجيب المصروف. مطلقه وراي عندها مده يعني، وهذا الام يعني تحتاج يعني تحتاج ساكن، نقولوا ساكن راه يدافع عن ملف في مده 6 سنوات او 7 سنوات يعني ربما يعرفوها العام والخاص في بلد عيب وشقيف. هذه ما زهره عندها وليدات ما شاء الله قلت لك لاباس بهم، ولكن تلقى يعني ما عندهاش الاناره بور ما عندهاش يعني باش تسخر في هذا البرد والله ما عندها. وشوف يعني ما عندهاش حتى فريجيدير مليح يعني فريجيدير وين كوزينير ما عندهاش، ما عندهاش بوطاجي مليح، ما عندها والو، تحتاج يعني حتى للسقف، السقف ما كانش يخدموا لها. ولذا رانا نجدوا الشباب وكان يعني كاين نقطه وهي نقطه حساسه بزاف، ما زهره راه مريضه ربي شافيها يعني قعدت 15 يوم في المستشفى والله غالب يعني تعرف الادويه وسكاري الراديوات كان البر والاحسان يعني ما كاش اللي راه على باله بلي مريضه. بصح اليوم نقول لكم بلي راه مريضه، مريضه بزاف ولازم تعاونوها تعاونوها، عندها دواء عندها وراء عندها يعني رونديفو مع الطبيب والاختصاصيين راك عارف يعني نحتاجوا يعني تضامن معاها يعني نطالب يعني من السكان عن بوشقيف تشوفوا ما زهره طالبوا يعني من سكان ولايه تيرت بوشقيف داموني الناس اللي فيها الخيرين راجع رمضان اللي باغي تخرجها حتى حاجه يعني وتروح بها ها هي من العمره ها هي الحج هذه هي هنا كل شيء هذا هو الخير هذا هو رمضان يعني نشوفوا يعني الناس هذ الناس المعوزين محتاجين. ما زهره راهي تنشد فيكم، ما زهره يعني احكي لهم تشوفوا يعني مرتي كيفاش مرتي تفضلي. انا قاعده حتى مرت كي نهار اللي مرت رفدوني داوني للسبيطار كداوني رحت للسبيطار قالوا لي اش تايضر قلت لهم ودي انا ما على باليش اش تاي هي، داروا لي الراديوات هذو عاودوا داروا لي راديو واحد اخرين وقبضوهم لي في السبيطار قال لي ودي كان عندك فقر الدم كان عندك بوصفير. قلت لهم ودي انا هي المشكله كانت عندي في المصران كي داروا عليا الراديو هذا قالوا لي راه عندك المصران وتوشي لك المراره ومرارات توشات لك الكبده. قلت لهم ضروك فيها قال لي ودي دوك حنا نعالجوك بصح راكي مازلتي مريضه راني دوك لحد الان راني مريضه. قعدتي مزوره في السبيطار شحال قعدتي في السبيطار؟ قعدت 6 ايام في السبيطار. ومن بعد يعني كي خرجتي من السبيطار وين رحتي؟ باش المشاهد يعرف باللي وين كي مرضت وين راحت. رحت عند خويا كبير، رحت عند خويا كبير. علاش رحتي ما عندكيش يعني هنايا اللي يقوم بيا يقول بول ما عندكيش يعني عندك البرد عندك كانت تشتطي؟ ها عندي البرد هنا انا روحت على قبل البرد وكي روحت قالوا لي قالوا لي ركبيك كي زحفت مركبي قالوا لي ركبيك البرد البرد. قلت لهم راني حاسس هكا كي نقعد في الدار قال لي منين ما تفرجيتي لي ما تقعدي في وتسخري ما عندك دفاي تدفاي ما عندك. قلت لهم الله غالب عليا الحق قالوا لي كولي غير فاير. قلت لهم ودي انا ما عنديش اش ناكل كانوا غير جوارين واحد يجيب لي غرفه طعام واحد يجيب لي شوربه واحد يجيب لي خبزه كسره واحد يجيب لي نقعد انا وليداتي ونقول الحمد لله يا ربي حتى تفكروني وجيبوا لي لقمت وليداتي. عندي انا ديك 300 طحت في فراشي وليداتي يقراو ما كاش اللي يجيب لي ونقول الحمد لله مرحبا به هذا المرض عطاه لي ربي ويردوا عليا ربي أمة الله مرحبا بهم اللي جاوا وتفكروني وجابوا لي مرحبا بهم. عندي شعبان راهم قالوا لي ندير لك سكانر راني نخمم السكانر واحد كي سقسيته قال لي عندك 1,700,000 واحد قال لي 2 ملايين كل واحد قال لي ما حسيتش. انا عندنا يعني عندنا ان شاء الله دائما نتفائلوا خير يعني نعرف بلي المواطن تيرتي واهل الخير رجال خفاء ما يسمعوش في ما زهره راهي تحتاج سكانر يعني في هذا الشهر المقبل. يعني مدير رسالتنا المدير الصحه لولايه تيرت هذا جديد ان شاء الله يعني تكون بالك ان شاء الله فيك الخير وفيك بذات خير. هذه ما زهره تسكن في بلد عيب وشقيف واتصل يعني ان شاء الله بها تجي روحوا شوفوها راهي مريضه تحتاج دواء تحتاج سكانير ما عندهمش باش يديروا سكانير ليرام ربما تعرفوا ناس اختصاصيين الطيارات هاو فين يقولوا يديريهم زيد يعني زيدوا في كذلك تحتاج مدفأة بوال على بالك يعني نقولوا كان واحد الامور اللي ما يقدروش باش يخلصوها دير بوال ما عندهاش باش تخلصها تريسيتي ما عندهاش الماء راهم حاصلين يعني فاتوره الماء كي تجي ما عندهاش قلت لك تدخل 300,000 شويه يعني حاجه اليوم رانا ان
شاء الله يعني كيما يقول لك انا نوصلوا في رساله للسلطات المحليه الولائيه حتى نجدوا السيده رئيس الدائره الدحموني يجي يشوفها يعني يجي هذه ما هذا بهم يجوا يشوفوا يشوفوا لي في براني ديالي. راه ملف تاع سكن وراه يعني راني في 8 سنين اللي ما تفكروني اللي ما يرقبوا عليا اللي ما قالوا هذه ام وليدات نروح ونجي ليهم وصلت لهم للدحموني وصلت لهم البلديه تاعتنا وقلت لهم الدار ها رايحه طيح علينا غير اليوم 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 نجوا نصنعوا هاكم يا سيدي الوالي تفكر ولادك يا سيدي الوالي حتى تفكر ولادك ارواح ليهم وشوفهم كي راهم دايرين الا كتحوس على اليتامى انا راني يتيمه ما عندي لا ما لا بويي عندي ربي وعبادو تحتو حتى تجوا تشوفوا ذو الوليدات اعطوا لهم دار هذه انا الدار اللي راني فيها ماهيش داري اعطوا لي مسكن لوليداتي باه ندير مستقبل لوليداتي راهم يقراو راهم كبار دوك انا طفل مرقدته من طفله ترقد له طفله ترقد لي انا رقد هنا كي تصب لنا ندير قص على هيه ندير قص على هيه هيا واللي بعتهم مجمعين كي بها الحال يصرى لي انايا ياه بس حاجة نبغي نجيبها كي يصرى لي انا الدريريات زوج يقراو في تيرت الفايش تاعهم خاطر يروحوا في الكار خاطر نعطي لهم دوك راني انا مريضه ما كاش اللي يجيب لهم راني متربعه وقاعده ان شاء الله في يعني في بلا في ولايه تيرت ولايه هذه راه فيها والي ولايه تيرت ما يتحقق فيه حتى واحد وما يروح له حتى واحد ان شاء الله ان شاء الله حفظه ويستر حتى يعطي لي سكنه لوليداتي الله يطول عمره يستقبلني ويستقبلوه يعطي لي سكنه لوليداتي هذه اللي راني طالبتها عليه ويتهلاو في وليداتهم راهم محتاجين كل حاجه في هذه الدار وراهم صابرين قليلين مساكين وصغار الناس تتفرج على التيلي لهيه وهما مساكن مجمعين وقاعدين الضو مكاش مقطوع علينا من هي هاره ما كان لا لامبه لا والو والو رانا قاعدين هكاك لا ضو لا حتى حيه الدار تقطر علينا البرد ما كان لا با لا حتى حيه الديار تخيل نهار اللي تصب النقو علينا من الكوزينه انا قاعده حتى بدات من هي حتى بدات الميسيل الحيط 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 الحيط